السلام عليكم. علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس للمرة الأولى على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من سوريا. وقال بوتين في مؤتمر صحفي بالعاصمة الروسية موسكو إنه يتفق مع الرئيس ترامب في أن تنظيم الدولة هزم في سوريا. وأضاف بوتين في المؤتمر السنوي الموسع الذي أجراه في موسكو أنه لم يرى بعد أي مؤشرات على الانسحاب الأمريكي من سوريا، لكنه استدرك بالقول الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، وسحب الولايات المتحدة قواتها خطوة صحيحة. وتابع بوتين: فيما يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية فلا أعرف ماذا يعني ذلك. للولايات المتحدة حضور في أفغانستان منذ 17 عاما، وكل عام يتحدثون عن الانسحاب من هناك، لكنهم ما زالوا موجودين هناك. والسلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.